اهلا وسهلا بكم واهلا بضيوف الكرام الدكتور عبد الله الفوزان والاستاذ محمد العنقري داعيه بدر العامر الاستاذ سليمان العقيلي والى محورنا التالي. قال مدير صندوق الاستثمار المباشر الروسي إن صناديق التقاعد الروسية تدرس الاستثمار في شركة النفط الوطنية السعودية أرامكو بعد إدراجها في سوق الأسهم في خطوة لتعزيز الشراكة بين أكبر دولتين تنتجان النفط في العالم. وقال كيريل ديمترييف إن التنسيق بين موسكو والرياض في خصوص سياسات النفط ينبغي أن يستمر لعدة سنوات، مشيرا إلى الاهتمام الكبير بالطرح العام الأولي لأرامكو من صناديق التقاعد الروسية وكذلك من الصينيين، لكنه أوضح إنه لا يستطيع الكشف عن أسماء الصناديق أو المبالغ التي تبدي استعدادا لاستثمارها. أستاذ محمد، أنت خذ راحتك في هذا الموضوع باعتبارك اقتصادي، لأنه نبغى نفهم يعني الحقيقة أنه في شهية كبيرة على الصعيد العالمي، هناك شركات حكومية صينية وأيضا الرغبة الروسية وغيرها، طبعا كلهم يتحدثون عن أرامكو. كيف ترى أنت مبررات هذه الشهوة أو هذه الشهية إذا جاز التعبير، ومتى وما هي نتائج هذا الطرح؟ طبعا نتحدث عن أكبر شركة ليس في قطاع النفط بل في العالم، في كافة قصدك القطاعات، بكافة القطاعات والأنشطة، وهذا الطرح لا يتكرر يعني تاريخيا كثيرا. يعني هناك طروحات كبيرة ولكنها لا زي ايش سبق طبعا شركة البترول البرازيلية وغيرها من الشركات الصناعية الضخمة في الصين نفسها وفي أيضا في روسيا، ولكن كلها قد لا تعادل ربع شركة أرامكو، كلها مجتمعة أو حتى لو أخذنا شركتين أو ثلاثة لا تعادل ربع شركة أرامكو من حيث القيمة ولا حتى من حيث حجم الطرح. لذلك أنا أعتقد أن طرح 100 مليار دولار رقم كبير جدا، ولذلك التفكير اليوم هو في 3 بورصات وليس في بورصتين، يعني السعودية طبعا واحدة منها، وقد يكون هناك واحدة في لندن أو أمريكا أو في آسيا إلى آخره. صناديق الاستثمار الروسية ويعني رغبتها في الاستثمار، طبعا لأن صناديق التقاعد عموما هي تبحث عن استثمارات تدر لها دخل، ومثل هذه الشركة لا يمكن أن يعني تفوتها صناديق الاستثمار، ليس فقط في روسيا، قد يكون في روسيا كون أن الحكومة لها دور في 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 إدارة مثل هذه الصناديق، ولكن الصناديق الموجودة في أمريكا وغيرها أنا أعتقد أنها أيضا ستستثمر حتى لو لم تعلن. لكن لماذا الروس يعني يعلنون مثل هذا الأمر؟ طبعا يجب أن نعود إلى الـ إلى إلى تقريبا السنتين الماضية من اللقاءات التي كانت تتم بين سمو ولي العهد والرئيس بوتين، وخصوصا في اللقاء الذي حدث في قمة مجموعة 20 في الصين، بالإضافة طبعا لزيارة خادم الحرمين الشريفين لروسيا، هي أعادة تعريف المصالح والعلاقة ما بين السعودية وكثير من الدول ومن أهمها طبعا روسيا، ونتج عنها هذا التعاون الذي أدى إلى رفع أسعار النفط إلى مستويات 70 دولار، عندما تعاون المنتجين من داخل أوبك بقيادة المملكة مع المنتجين من خارج أوبك بقيادة روسيا. هذا طبعا أدى إلى زرع الثقة بشكل كبير جدا بين الدولتين، وطبعا فتح المجال إلى أن يكون هناك توجه لتعميق العلاقة من خلال ضخ هذه الاستثمارات. لكن عندما نتحدث عن أرامكو أنا أجزم لك بأن صناديق التقاعد على مستوى العالم كلها ستذهب إلى الاكتتاب أو إلى الاستثمار في شركة أرامكو، لأنه لا يمكن تفويت مثل هذه الفرصة، خصوصا أن صناديق الاستثمار عندما تبني مراكزها إجمالا هي تضعها بشكل هرمي، فتكون القاعدة دائما مبنية على الشركات الضخمة والعملاقة، وطبعا لا يمكن أن يكون هناك شركة أضخم أو أكبر من أرامكو. وما تمتلكه من ميزة وقيمة، هي ليست فقط مسؤولة عن الامتياز النفطي لحوالي 260 مليار برميل وهو أكبر مخزون حقيقي في العالم
إنما أيضا تكلفة الإنتاج وحجم الأرباح، تكلفة الإنتاج لدى أرامكو منخفضة جدا قياسا بكل الدول المنتجة للنفط عالميا، ولذلك هامش الربح إضافة إلى الأنظمة والقوانين التي تعمل فيها أرامكو كلها تساعد على أن تحقق عائد. هم لن يكتتبوا في أرامكو حبا فيها، بل لأن هناك عائد مجزي سيأتيهم، ولذلك الجميع حريص. والروس طبعا أعلنوا ذلك، والصينيين، لأنها الصناديق تدار من الحكومات وهي تسعى طبعا إلى تعزيز علاقتها مع القوى المؤثرة في الشرق الأوسط وحتى في مجموعة العشرين. وطبعا المملكة يعني تقدم فرص كثيرة لتعميق هذه المصالح. ويجب أن ننتبه بأن العلاقات بين الدول لم تعد هي علاقات تبادل تجاري فقط، بل هي علاقة شراكات، وكلما كانت هذه الشراكات عميقة كلما تعمقت المصالح وكسبت هذه الدول، وخصوصا أنها دول عضوة في مجلس الأمن دائما ودول عظمى اقتصاديا وعسكريا وسياسيا. ولذلك هذه العلاقة والشراكة الاقتصادية تدفع مثل هذه الدول إلى دعم مثلا مواقف المملكة في السياسية والاقتصادية وغيرها في شتى المناحي، وفي أي منطقة للمملكة لها فيها مصالح. فأنا أعتقد أن الإقبال له أكثر من وجه، ولكن أنا يعني أجزم بأن كل صناديق التقاعد ستبحث عن الفرصة التي تستثمر فيها. أرجع لك بشوف سليمان. يعني احنا في حديثنا عن أرامكو والنفط في السعودية، هل ترى أن هذا أو أن المملكة متجهة بالفعل من إلى التخلص من الاعتماد على النفط؟ هذا ما في شك، لأن الرؤية 2030 هي أساسا للتخلص من النفط كيما لا يكون نقمة على الاقتصاد الوطني وعلى المجتمع السعودي، لأنه أولا أنه هو طاقة ناضبة وليست متجددة، وثانيا لأنه عوامل السوق تلعب دور في انخفاض أسعاره، وما يجعل ميزان المدفوعات السعودي تحت الخطر السوق الدولي. ولكن أيضا ودي أنا أركز على الجانب السياسي بصفتي محلل سياسي. إذا تذكرون أنتم في الثلاثينات عندما يعني اكتشفت أرامكو النفط في السعودية في بئر سبعة في الدمام، هذا البئر أو هذا الاكتشاف أو هذه الشركة هي التي أسست التحالف السعودي الأمريكي على على على, على على مدى يعني الآن 80 سنة. ولذلك أعتقد أن التفكير الاستراتيجي الروسي هو على هذا النمط، يعني بناء شراكة مع المملكة العربية السعودية عبر أرامكو. وأعتقد أنه مع ما تفضل بها الأستاذ محمد العنقري الفوائد الاقتصادية، لكن هناك بعد استراتيجي، لأن المملكة العربية السعودية ظلت في علاقة متذبذبة أو شائكة طوال التاريخ الحديث مع روسيا، واليوم بدأت تتأسس بدور شراكة نقول ربما تتحول في المستقبل إلى تحالف. والمملكة العربية السعودية بعد التراجعات الضخمة وغير يعني المريحة الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط، أصبحت القيادة السعودية الآن يعني لديها القابلية والاستعداد لكي ما توزع بيضها في عدة سلال. لأنه أنت إذا رأيت الموقف الأمريكي في اليمن وهو خاصرتنا الأمنية واستراتيجية، كادت أمريكا أن تهلكنا هناك. قدمت خطة، كيري قدم خطة بيعطي الحوثيين ثلثي السلطة، وهي الآن أيضا ليست يعني حليف مريح، حليف ضاغط علينا في اليمن. فلذلك أنا أعتقد أن الروس يراقبون طبعا تطورات العلاقة استراتيجية بين واشنطن والرياض، ويريدون أن يقتنصون الفرصة لبناء شراكة ربما تؤدي لتحالف، لأن شراكة مفيدة مثل ما قال محمد اقتصاديا وكذلك مفيدة سياسيا. يعني الروس بعد ما فقدوا العراق وفقدوا ليبيا ما بقى عندهم إلا سوريا، فهم محتاجين لتحالفات
في المياه الدافئة، لأنه الحقيقة يعني هم مش الفكر الاستراتيجي الروسي مشغول بالمياه الدافئة، لأنه كل إطلالاتهم على المحيطات المحيط المتجمد صحيح الشمالي. صحيح. وإذا شفت إذا راقبت النشاط التركي في سوريا راقبت كيف الروس لديهم القابلية لاحتضان الأتراك وهم عضو في الأطلسي. أي صحيح. وكيف وافقوا على ضرب عفرين، ضرب الأكراد في عفرين، رغم أن الروس هم اللي تسببوا ساعدوا الأكراد في الوصول لها والتحكم فيها. هذا يعطيك فكرة عن التفكير الاستراتيجي الروسي، أنه بعيد المدى وأنه يريد أن يخلخل التحالفات الأمريكية في المنطقة ويكسب مواقع قدم جديدة. ممتاز. دكتور عبد الله، على طاري يعني أيضا ما ذكره الأمير محمد بن سلمان، اللي هو ترك التخلي عن إدمان النفط. يعني أنا عجبتني هذه العبارة، بالفعل إحنا كنا مدمنين ومتكلين ومتكئين على النفط كمصدر واحد لا يعني لا ثانية له في اقتصادنا. الآن في تنويع لسلال الإنتاج. بصفتك أنت عضو مجلس الشورى، لكن أيضا بصفتك مهتم اجتماعيا، كيف شايف انعكاس ما يحدث من تغيرات في المملكة الجديدة إذا جاز التعبير على المجتمع؟ جميل. أولا إذا خذينا بعدها الاستراتيجي، وطبعا لا يفتى ومحمد موجود يعني وهو أدرى مني في هذا البعد، لكن دولة تعتمد على مورد واحد هذه في وضع يعني خطير جدا مع أي اهتزازات اقتصادية في العالم حقيقة. لذلك أنا أعتقد أنه وهذا السؤال كان مطروح من زمان، ليس اليوم، ليس وليد اليوم يا إدريس والإخوان، قضية أنه ما هي بدائلنا للنفط. نحن بلد فيه من المقومات الكثيرة التي يمكن تعزيزها لفعلا تنويع مصادر الدخل في المملكة العربية السعودية. اليوم أدركنا، وهذا هو المهم، أدركت القيادة السياسية أن ما كان يطرحه الخبراء الاقتصاد والمثقفون وإلى آخره من أننا في يوم من الأيام سنقع في مأزق ما يسمى الاعتماد على البترول. لدينا في المملكة العربية السعودية، وربما الأخوان يعلمون ذلك، الكثير من الموارد التي لم تستثمر بعد، ومن ضمنها المعادن، ومن ضمنها الفوسفات، ومن ضمنها اليورانيوم. نعم. لدينا أيضا حقيقة موارد أو مجالات أخرى، الحج والعمرة، دعنا من الحج ربما، لكن العمرة. نعم. كنا في يوم من الأيام ما نمنح تأشيرات، اليوم نحن نتحدث عن أننا سنرفع عدد المعتمرين بحيث أن تصبح العمرة أيضا مصدر دخل إضافي للبلد. لحظة يا دكتور، بس أنا عندي مضطر أطلع فاصل وبرجع نكمل. فاصل ثم نعود إليكم. أهلا وسهلا بكم من جديد. نستوفي كلامنا قبل شوي كان مع الدكتور عبد الله عن يعني انعكاس التغيرات الأخيرة في المملكة الجديدة إذا جاز التعبير من منظور اجتماعي باعتبارك أستاذ في هذا الجانب. جميل. إذا معناته نحن تحدثنا وقلنا أنه تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على البترول هو هو أيضا سينعكس على طبيعة المجتمع الذي ينمو. نعم. وهذا المجتمع بطبيعة الحال بحاجة إلى وظائف، بحاجة إلى خدمات، بحاجة إلى تعليم، بحاجة إلى صحة، بحاجة إلى كثير من الطرق وإلى آخره. فبالتالي أنت عندما تعتمد فقط على النفط فأنت محكوم بسوق النفط العالمي، وبالتالي وبسلعة واحدة. سلعة واحدة. ثانيا، هل ألسنا نحن في المملكة العربية السعودية نملك من المصادر والموارد المتنوعة التي لم تستثمر؟ وأيضا هناك موارد ربانية أعطانا إياها الله سبحانه وتعالى، ممثلة بالحج والعمرة، قلنا تحدثنا عنه. صحيح. لماذا لا نفتح باب العمرة بأعداد هائلة جدا تأتي لأداء العمرة، وهذا مصدر دخل آخر بطبيعة الحال. أنا في ظني أننا أمام قيادة جديدة بدأت تستوعب ما كان يطرحه خبراء الاقتصاد وما كان يطرحه المثقفون والمفكرون عن أننا ما دمنا نعتمد على مصدر واحد فإننا
مستقبلنا مهدد حقيقة، مستقبلنا مهدد. لكننا اليوم أيضا نحن بحاجة إلى مياه. يعني أنا اليوم لما أجد أنه والله الموارد التي ستأتينا ستوفر، وهذا ترى أخوف ما أخاف على هالمجتمع هو شح المياه صدقا. ولذلك أنا لا أدري، معك حق، إحنا بلد ليسنا بلد نهرية أو بلد أمطار بالضبط. فهذه الاحتياجات هذه، هل البترول لوحده سيوفر لنا هذه الأمور التي تحدثنا عنها وحاجات المجتمع الماسة، وهي حاجات ضرورية وليست ثانوية؟ إذن أعتقد أننا أمام قيادة شابة أدركت اليوم حقيقة مشروعية ما كان يطرح الدريس وما كان يطرح سليمان وأيضا الأستاذ بدر وغيرهم والأستاذ محمد وأيضا من المثقفين، أننا كيف يمكن أن ننوع مصادر دخلنا. وهذا أنا أعتقد أننا أمام مرحلة جديدة، لكن نتائجها ربما نحتاج إلى على الأقل 5 سنوات 6 سنوات من الآن لنرى آثارها بطبيعة الحال على المجتمع السعودي. نعم، ممتاز. بدر، ايش تعليقك انت على الموضوع اجمالا؟ طبعا في موضوع الدعم الروسي لموضوع اكتتاب ارامكو، هو عنده فيه مؤشرات عديدة. المؤشر الاول انه نهاية القطب الواحد في قضية العلاقات والتحالفات، هذا اللي ذكره سليمان. نعم، صحيح. لانه لو تلاحظ انت استراتيجية امريكا بعد يعني الحرب العالمية الثانية تمر عليها فترات لا يكون عنده رؤية في يعني الموقع العالمي، بحيث أنها ترتب لخطوة قادمة. أنا أظن أن أمريكا في هذا الوقت هي تمر في هذه المرحلة، مرحلة عدم وضوح الرؤية لما تريد في العالم. وهذه لو تلاحظ في بعد الحرب العالمية الثانية إلى الآن مرت تقريبا بثلاث مراحل من مرحلة غياب الرؤية، ثم بعد ذلك تصوغ استراتيجية. وش الثلاث مراحل؟ أنا أعرف مرحلة أوباما لا بعد الحرب العالمية الثانية كان في مرحلة ريغان كان فيها صياغة رؤية، وقبلها يعني مثلا حالة الصراع بعد الحرب العالمية الثانية مرحلة، وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي كان في مرحلة، والآن تعاني من مرحلة. فهي كل مرحلة فيها تغير عالمي كبير، تعاني من نوع من الانكماش السياسي وصياغة الرؤية. هذا الفضاء هو يحدث بروز قوى جديدة مثل الصين الآن ومثل روسيا. لذلك أنت في هذا المنتصف في العالم أنت بحاجة إلى أن تنوع خياراتك في قضية التحالفات. والعلاقات مع روسيا هي علاقات يعني لما ينظروا لها الناس من منظار الحدث السوري يجدون أنها علاقات متوترة جدا. لأن روسيا تطمع في استراتيجية داخل سوريا ربما تتعارض مع رؤية المملكة العربية السعودية داخل روسيا، لكن في إطارات أخرى تجد أن هناك تطابق في الرؤية السعودية الروسية. يعني مثلا روسيا حمت المملكة العربية السعودية في قرار في مجلس الأمن كان معد من أمريكا أيام أوباما، آخر عهد أوباما، في موضوع الأسلحة المحرمة في اليمن، استخدام الأسلحة المحرمة في اليمن، وقدم لمجلس الأمن واللي سوى الفيتو هدد فيه وهدد يعني واللي وكان يعني يبي يدعم في الموضوع هذا روسيا. فهذه العلاقة تدل على أن المملكة العربية السعودية الآن عندها سلة علاقات كبرى تتشربك فيها العلاقات السياسية بالاقتصادية، بحيث أنك تستطيع من خلالها أن تحمي نفسك ويكون الناس حريصين على أمنك أكثر منك في بعض الأشياء. الجانب الثاني هو يتعلق في قضية أنه في مقابل أن أعطيك هذه الميزة كذلك لابد أن أخذ منك يعني مواقف سياسية. الموقف الروسي السوري الآن هو موقف حساس جدا في المنطقة، باعتبار أنه جزء من حالة الفوضى العارمة التي يمكن أن تفتح مجالات أخرى في الفوضى. يعني خرجت عندنا داعش، تقوى فيها حزب الله، نفذت من خلالها إيران، في ربكة كبيرة. الموقف الربكة في الموقف اللبناني هو ناتج من الحدث السوري، قوة إسرائيل في المنطقة هو ناتج من ضعضعة الدول القريبة له. فشراء المواقف الروسية في ترتيب الأوضاع في سوريا والآن المؤتمرات التي ستعقد في هذا الشأن لابد أن يكون هناك مقايضات في هذا الجانب حتى تستطيع من خلالها أن ترتب الوضع السوري بما يخدم مصالحك ويقوض مصالح إيران التي نفذت من خلال هذه الثورات داخل سوريا. في موضوع أرامكو أنا أعتقد أنه هذه الأموال التي ستضخ بشكل كبير جدا في الخزانة السعودية لابد أن تتوجه كذلك إلى تدعيم شركة أرامكو في إيجاد البدائل عن الاعتماد على النفط حتى في أرامكو.
يعني في مجالات كثيرة تستطيع أرامكو أن تبني خلال 20 سنة قادمة استراتيجيتها، مثلا بناء الناقلات العملاقة الكبيرة، الطاقة البديلة، الطاقة النظيفة، الجوانب هذه إذا ضخت جزء كبير جميلة في هذه الأموال أنا أعتقد، وهي مطروحة حتى في الرؤية، أنا أعتقد أنها ستقلص الاعتماد على النفط في المستقبل. خلال 30 سنة القادمة ستجد أن هذه التي بنيت الآن توازي دخل النفط بعد 30 سنة، بينما لو تركت ما بيعت الآن ستجد أنه يمكن بعد 30 سنة بعد ما ينضب النفط أو يضعف بشكل كبير، أنه إذا كنت الآن ستحصل منها مثلا 188 مليار ريال يمكن بعد 30 سنة لا تساوي 20 مليار. فاستخدامها يعني العقلية الاقتصادية الناضجة في استخدام هذه الأموال في بدائل للنفط خلال 30 سنة القادمة وحماية يعني مستقبل الأجيال، أنا أتوقع سيعود إن شاء الله بالنفع في البلد. طيب خلينا نشوف الأستاذ محمد، باعتبار أنا أحس أنه يعني فيه انكماش الاقتصادي في البلد، كيف ترى أستاذ محمد انعكاس الاكتتاب، طرح أرامكو للاكتتاب على الناس، على الاقتصاد المحلي وعلى سوق الأسهم؟ بالتأكيد حيكون الانعكاس كبير، لأن هناك استثمارات ستعود للمملكة، لنتحدث عن المواطنين، ستعود للاكتتاب في أرامكو. أولا هي تشكل جزء كبير يعني ومهم جدا ومؤثر في عمق السوق، ونحن نتحدث عن أنها تستوعب سيولة كبيرة، يعني لو طرح ما يعادل مثلا 20 أو 30 مليار دولار في من أرامكو في السوق المحلي، أنا طبعا أنظر إلى أن هذا سيعيد أرقام كبيرة جدا من المستثمرين المواطنين الذين ضخوا استثماراتهم خارج المملكة ستعود، وهذا في فائدة كبيرة للاقتصاد، لأن هذه الأموال استفادت من الاقتصاد وخرجت وخدمت اقتصاديات أخرى. فعندما تعود إلى أرامكو بالتأكيد أرامكو ستستثمرها في الاقتصاد المحلي، لأنها هي تعمل داخل الاقتصاد السعودي، وهي بالمناسبة تعمل حوض بحري، إذا كنت تتكلم عن موضوع صناعة النفط تدخل مع شركتين، شركة سعودية اللي هي شركة النقل البحري وشركة كورية، وأيضا تعمل في مجال الطاقة المتجددة. يعني إذن الأموال ستذهب فعلا إلى أن تكون أرامكو شركة صناعية، هذا هو الهدف وليست شركة نفط فقط. أيضا شايف انعكاس الاكتتاب على المواطن وعلى الاقتصاد. نعم، هنا ننتقل إلى النقطة الأهم التي يعني سألت فيها. أعتقد أن كما ذكرت أن هناك أموال كثيرة ستضخ في أرامكو لأنها تعتبر هي مصدر دخل الدولة، فكيف لا تكون مصدر دخل للمكتتبين، وستكون كمية الاكتتاب مجزية. يعني هناك شركات أصغر بكثير من أرامكو وكان التخصيص فيها جيد ومجزي، يعني من يعني يستحق الاكتتاب. يعني تنصح بالاكتتاب في أرامكو 100%؟ طبعا. يعني كم تتوقع سعر السهم؟ طبعا من الصعب الآن تحديد سعر السهم، هناك بعض التقديرات تتحدث عن مثلا 100 ريال، هناك تتحدث عن أكثر، هذا يعود بالمحصلة ليس فقط إلى قيمة الأصول، إلى عدد الأسهم والقيمة الإسمية وعلاوة الإصدار، وهذه كلها مسائل يعني تدرسها كبرى الشركات المالية المتخصصة في مثل هذه الطروحات. واليوم أرامكو تستعين بتقريبا أكبر أو 5 أو 6 بنوك عالمية متخصصة في هذا المجال، لأن هذه مجالات لا يمكن يعني أن تجد الخبرة فيها موجودة في كل بنك، ولكن أنا أعتقد أن أرامكو ستشكل نقلة نوعية في السوق السعودي، وهنا نقطة مهمة جدا. تعتقد أن سعر السهم سيكون في متناول المواطن؟ يعني بعدين خليني أسأل أيضا سؤال مباشر، أقدر أشتري كل أي كمية استطيع شرائها بالاكتتاب؟ نعم، باعتبار ان الاسهم كثيره بالاكتتاب تستطيع ان تضخ اي مبلغ تريده، ثم ياتي التخصيص. هذا الطبيعي. التخصيص انا اعتقد انه سيكون مجزي، لكن حتى نحكم على هذه النقطه يجب ان نعرف حجم الطرح الذي سيكون في السوق المحلي والسعر، وأيضا هل هناك تغييرات مثلا قد تحدث من نظام وزارة التجارة وهيئة سوق المال في القيمة الإسمية للأسهم، لأن هذه هي العوامل التي ستحدد مسار الاكتتاب. لكن أنا أنظر للسؤال الأهم وهو تأثيره على السوق المحلي، هذا سيرفع من حجم السوق السعودي بين الأسواق الناشئة. هذا ماذا يعني ذلك؟
أن الصناديق الاستثمارية العالمية التي تستثمر في الأسواق الناشئة سترفع من حجم استثماراتها في السوق السعودي، لأن مثلا السوق السعودي يشكل فرضا 2% من الأسواق الناشئة. معنى ذلك أن أي صندوق سيستثمر 2% في السوق السعودي، لكن مع طرح أرامكو قد ترتفع النسبة إلى أكثر من 4%. هذا يعني أن عشرات المليارات من الدولارات، ولن أتكلم عن مئة المليارات بل عشرات المليارات، ستضخ خلال فترة قصيرة في السوق المحلي وستستوطن فيه، لأن الاستثمارات هذه استراتيجية يعني لا تتبدل أو تتغير كثيرا. ممتاز، شد حيلك يا دكتور عبد الله و هذا لا أساس تسلفون الشباب والله. اي والله يعني على حل... اي انا انتهى الوقت عندي، بقي لي ان اشكر ضيوف الكرام دكتور عبد الله الفوزان، استاذ محمد العنقري اللي هم الجانب طبعا الدائن، والاستاذ الاستاذ بدر العامر، الاستاذ سليمان العقيلي. شكرا موصول اليكم، الى اللقاء في السبت القادم، امان الله.